اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الجلسه معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا هذه الجلسه. اليوم رح نتكلم شوي صغيره عن السوينج تريدينج. كثير من الاشخاص بيعرفوا وعندهم معلومات عن السوينج تريدينج. اليوم رح اشرحها بطريقه مختلفه، رح تكون استراتيجيه تداول معينه. انتم بتعرفوا على طول الامور بنعدلها، وخاصه من المنطلق اللي انا بتكلم فيه وبشكل يومي، خاصة بتغطياتنا المباشرة اللي بنعملها على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. فنحن بشكل يومي بنقوم بتغطية مباشرة وبنتكلم على معظم الأزواج والعملات الرئيسية بشكل أو آخر، وبنعدل استراتيجيات التداول. سوينج تريدينج من أهم استراتيجيات التداول لكل الأشخاص اللي ما بيقدروا يتحملوا التقلبات. شو يعني؟ يعني عم نتكلم على سوينج تريدينج، كثير من الأشخاص بيعرفوا أن السوينج تريدينج هو نوع من المضاربين، تمام؟ يعني على طول عنا خلينا نقول ثلاث أنواع من المضاربين: الدي تريدرز أو يلي بيتداولوا بشكل يومي. خلينا بس نمر نفتح وورد دوكيمنت أو تكست دوكيمنت، أوكي، بهذا الشكل لنكون عم نقدر نكتب عليها. عظيم. لكن في البداية يلي بدي أقول لكم إياه إنه عنا الدي تريدر يلي هو بيتداول بشكل يومي، وطبعا هذا الاسم عم نتكلم اذا بدكم انواع المضاربين او انواع المستثمرين يلي بيتداولوا بشكل يومي والمراكز ما بحافظوا عليهم ولا حتى لليوم التالي، يعني بنفس النهار بيغلق مراكز. وعندي ايضا السوينج تريدر، واخيرا طبعا عندي الترند تريدر. هلا انا بهذه الجلسه دي تريدر اللي هو المضارب اليوم، سوينج تريدر اللي هو تقريبا في ضاين نهارين او ثلاث ايام على مركزه، وممكن يمتد الى اسبوع 1 ويك وحتى اكثر، تمام؟ فهذا السوينج تريدر. ترند تريدر هو اللي بتابع الاتجاه العام، ومثل ما بيقولوا بيكون ماشي مع الترند وما بيغلق مراكزه الى حين انتهاء اذا بدكم الترند ولمس وقف الخساره من وراء طبعا ما تم تعديله من قاع الى اخر. باستراتيجية اليوم وبهذه الاستراتيجية رح نقول لكم اياها اللي هي لقبطة انا بالسوينج تريدر، لقبت استراتيجية على اسم نوع المضارب اللي هي السوينج تريدر، اللي هي بتدمج بين السوينج تريدر والترند تريدر، ندمجهم سويا كرمال نقدر نشوف اذا بدكم استراتيجية تداول معينة. خلينا انا وياكم نبتدي شوي صغيرة نتكلم عن القمم والقاعان وسيكولوجية التداول في البداية عند المستثمرين. وقال لكم انه اسواق المال كثير من الاشخاص بيقولوا والله سهل جدا انك تتداول، لانه السوق يا هابط يا صاعد، صح ولا لا؟ وانا بهذه الجلسه اليوم رح افسر لكم انه انت بهذه التقلبات اللي عم تشهدها بشكل يومي وبشكل اذا بدكم دائم على الاسواق الماليه، طبعا ممكن انك تغض النظر عنها. كيف ممكن انت تعرف انه السوق رح ينزل من هذه القمة على سبيل المثال الى هذا القاع؟ انت عارف انه هذا جيرمان داكس، وبغض النظر عن الاسم ولقب البرودكت المعينة اللي هي ممكن تأثر على نفسيتنا بشكل سلبي، عن هيك انا بتداول على الرسوم البيانية، يعني بغض النظر عن اليورو عن الجولد عن جيرمان داكس.
خلينا نشوف في البداية الصوت واضح، الكل سامعيني تمام قبل ما نكفي هذه الجلسة؟ اوكي الصوت، الصورة مفروض انه صارت واضحة. لا اوكي، اما بالنسبة للصوت، هلا مفروض يكون اوضح. رح نقرب المايك. اوكي، انما بالنسبة للصورة صارت واضحة. لكن في البداية كنت تكلمت، عفوا رح ارجع عيد بشكل سريع، كنت تكلمت لكن على الدي تريدر. اوكي، رجعنا كنا تكلمنا على السوينج تريدر، ورجعنا قلنا انه عندي اخيرا الترند تريدر. اوكي، وانا اللي عم جرب ادمجه اليوم بهذه الاستراتيجية هي دمج السوينج تريدر مع الترند تريدر، كرمال نكون نحن بالفعل مضاربين، مضارب، وانما عم تاخذ اذا بدك الترند على المدى الوسط للطويل، وتستفيد من اكبر عدد نقاط او بيبس موجوده بالسوق. خلينا نتكلم شوي صغيره. هلا الصوره صارت واضحه على ما اظن الامور تمام. اوكي، الله برحب فيكم عن جديد، اهلا وسهلا فيكم. لكن بالنسبه ل طبعا جيرمان داكس او المؤشر الالماني، خلينا نقول باخذ بعين الاعتبار من اخر كمي لاخر قاع، نحن افتراضا متوقعين هذا الهبوط، تمام؟ كثير من الاشخاص بيتوقعوا هبوط معين لعمله معينه، لزوج معين، لمعدن، لسلعه، لاي شيء. ولكن هذه التقلبات اللي بتشهدوها او بتشوفوها على السوق، الهبوط والصعود طبعا والارتفاعات والهبوط، يعني بشكل غير منتظم، هذا اللي بياثر على نفسيته للمضارب، هذا اللي بياثر على اذا بدكم الضغوطات النفسيه اللي بيعيشها المضارب بشكل يومي. وهذا هو باستراتيجية اليوم، رح خليكم تغضوا النظر عنها وخليكم تكونوا فقط متمسكين بالترند وتنسوا انه في عندي تقلبات. كيف؟ اولا بدك تعرض وقف خسارة، طالما انت عارض وقف خسارة نفسيتك مرتاحة. شوفوا هذه استراتيجية شو بتقول. على سبيل المثال انا بدي ادخل، خلينا نعمل اولا زوم ان للشارت لنكون إذا بدكم بشكل واضح. رح أبتدي بمثل بسيط في البداية، أوكي؟ خلينا نتفق أنا وياكم، رح أبتدي بمثل بسيط. رح أخذ هذا الرسم البياني، هذا الجيرمان داكس. خلينا نقول نحن هذه نقطة دخولنا، هذه المنطقة هي نقطة دخولنا، أوكي؟ دخلنا بصفقات بيع، منيح؟ رح اتكلم في البدايه على اذا بدكم الامور البسيطه، ومن ثم منعقد الامور وندخل على رسم بياني اخر، وبنشوف في البدايه كيف ممكن نبتدي بهذه الاستراتيجيه بخسائر بسيطه ما قبل بدايه الارباح. بس ركزوا معي شوي صغير لانه مهم كتير. دخلنا بصفقات بيع من هذه المستويات، سيل بوزيشن، وقف الخساره فوق اخر قمه تم تسجيلها عندي. هذا وقف الخساره شو رح نسميه؟ ستوب لوس او S1. ستوب لوس 1 يعني اول وقف خساره انت عرضته. من ورا ما نزل السوق، سجل هذا القاع، هذا اول قاع تم تسجيله عندي من ورا مراكز البيع اللي دخلت فيها، تمام؟ انا عارض وقف خسارتي فوق، رجع ارتفع السوق. سوينج تريدينج هي مبنيه على القمم والقيعان، على التوبس والبوتومز، هيلز اند بوتومز، تمام؟ من وراء ما ارتفعنا رجع سجل السوق هذه القمة، منيح؟ هلأ نحن شو بنعمل؟ من المفترض ما نتصرف بوقف الخسارة، من المفترض انه ما نخاف ونغلق مراكزنا، لازم ننتظر انه السوق هذا اول، خلينا نسميه اكس، هذه النقطة اللي هو اول قاع سجل السوق هو تلقب باكس. لما السوق يرجع ينزل عن جديد ويخترق قاع اكس، هذا قاع اكس، يخترق القاع اللي تابع لاكس اللي هو اول قاع تم تسجيله عندي، انا من المفترض انه عدل وقف الخساره من S1، لازم اخر قمه تم تسجيله عندي اللي هي صار اسمها S2، منيح؟ لكن انا شو عم بعمل؟ انتظرت اول قاع تم تسجيله عندي اللي هو اكس، انتظرت موجه مضاده صحيه، انخفاض عن جديد، اختراق لهذا القاع، من وراء ما هذا تم اختراقه
وصلنا وثبتنا قاع جديد يلقب بقاع واي، تمام؟ ونحن عدلنا وقف الخسارة من ستوب لوس 1 إلى ستوب لوس 2. عن جديد ارتفاع للسوق، موجة مضادة، وعن جديد ننتظر اختراق القاع اللي هو تابع لقاع واي، هذا هو القاع اللي تابع لواي، من وراء ما يخترقوا السوق. شو بنعمل؟ بنعدل وقف الخسارة من S2، بنوطيه على آخر قمة تم تسجيل عندي اللي هي S3. أنا نقطة دخول ليكو وين؟ هذه نقطة دخول، دخول وقف الخسارة تم تعديله من S1، انخفض للS2، انخفض للS3. عن جديد تم اختراق هذا القاع تم تسجيله عندي، ارتفع السوق رجع انخفض، هذه هون زد، خلينا نقول تم اختراق زد، تم تعديل وقف الخسارة من الاس 3 الى اس 4، وانخفض السوق رجع ارتفع، لمس وقف الخسارة على هذه النقطة ستوب، تمام؟ الأرباح كانت من نقطة الدخول إلى الستوب لوس اللي هي هذه المسافة كلها، تمام؟ هلا أنا السوينج تريدينج أكيد رح أرجع عيدها، بس طولوا بالكم شوي صغير علي، رح أرجع عيدها. خلينا نشوف إذا عندكم أي استفسارات في البداية، هذه الكويستشنز. أوكي، هون كانت الصورة تمام، الصوت ضعيف، أصبح الصوت واضح، الآن واضح كل شيء تمام. أوكي، عظيم عظيم، رح أرجع عيدها وشوفوا شو عم فكر انا وياكم، رح فرجيكم استراتيجيه بعد ما ابتديت، شوفوا شو رح فكر. رح فكر بموضوع اللي هو اذا في حال نحن بدنا فقط ناخذ بعين الاعتبار القمم والقاعان ونمشي مع الترند، شو في حال انا اخذت الاتجاه الخاطئ، نفس الرسم البياني اللي ابتديت فيه انا نفسه، وهذه نقطة الدخول نفسها، بس بدل ما تكون بيع على سبيل المثال وأنا أخطأت كنت شراء، دخلت بصفقة شراء، على طول صفقة الشراء لازم تعرض وقف خسارتك مثل ما قلت لكم tops and bottoms، قمم وقيعان، لازم أعرض وقف خسارتي على آخر قاع تم تسجيله عندي، هذا هو وقف خسارتي اللي هو يلقب به S1. بدل ما يرتفع السوق ابتدى بالأرباح، فجأة انخفض السوق لمس لي وقف الخسارة وهذا أول مركز خسران. الاستراتيجية شو بتقول يا شباب؟ الاستراتيجية شو بتقول؟ إنك أنت لما تعرض وقف خسارة لمركز شراء لازم تكون عارض أمر معلق بالبيع، لإذا في حال تم اختراق وقف الخسارة انت تصير بايع. يعني هذه النقطة اللي عم قلك عليها اللي هو S1 اللي رح حددها باللون الأصفر هلأ، هذه S1 هي وقف خسارتك صح؟ اللي حددناه تحت آخر قاع على نقطة دخولك، فور اختراق هذه النقطة رح يفتتح السوق، لأنه انت حاطت أمر معلق بالبيع، رح يفتح السوق أمر معلق بالبيع على هذه المستويات، صار عندي مركز خسران، أول مركز خسران لمس وقف الخسارة، وتحت وقف الخسارة دغري عندي أمر معلق بالبيع بالاتجاه المعاكس اللي أنا كنت ماخده، وأصبحنا داخلين بسل بوزيشن مع وقف الخسارة فوق آخر قمة تم تسجيل عندي اللي هو هذا الوقف، وقف الخسارة خلينا نسميه ستوب لوس الأساسي، ستوب لوس 1، هذا وقف الخسارة لصفقة البيع، أول مركز خسران كان. وبنرجع بنمشي بالسوق نفسه، ننتظر اختراق هذا القاع، لنرجع نعدل وقف الخسارة من S1 ل S2، نرجع ننتظر ارتفاع واختراق هذا القاع، لنوطي وقف الخسارة ل S3، وأيضا عن جديد. يعني اللي بدي أقول لكم إياه، الفكرة اللي عم بوصل لها خطوة خطوة أنا وياكم، هي إنه أنا بالبداية بقدر اختار، ممكن انا اختار اي مركز، اي مركز بدكم اياه،
على سبيل المثال على اليورو دولار، ممكن ادخل هلا بصفقة بيع من هذه المستويات وقف خسارة فوق اخر قمة موجودة عندي، هذا ستوب لوس 1 اس 1. اذا في حال انخفض السوق رح امشي مع القمم والقعان وصير عدي الوقف الخسارة من هون لهون لهون، صح؟ وانا بالارباح. ولكن اذا في حال عكسني السوق، دخلت بصفقة بيع من هون وارتفع السوق ولمس وقف الخسارة، شو رح يصير؟ رح يكون انا حاطت امر معلق بالشراء فورا هذه النقطة اللي هي وقف الخسارة، رح تصير صفقة شراء مع وقف خسارة تحت آخر قاتم تسجيله عندي، ورح أرجع ارتفع بالسوق بالقمم والقعان. هلأ أولاً قبل ما كفي استراتيجية وفسلكم شو مخاطرها وفسلكم كيف ممكن نتداول فيها بطريقة كتير رائعة، خليني في البداية بس أسألكم إذا كل شيء تمام لهلأ بالنسبة للقمم والقعان وتعديل وقف الخسارة. ممكن أنكم تكتبوا لي بس إذا بالمبدأ هلأ للأمور واضحة، بتمنى منكم. في حدا عنده أي سؤال؟ أستاذ عيسى أنت حضرتك رفعت إيدك هلأ، أوكي ممتاز، الأمور واضحة أستاذ رفيق، وعلى ما أظن الأمور واضحة للكل. هذه هلأ خلينا نطور استراتيجية التداول. هذه استراتيجية بأي مركز، بأي صفقة، بأي عملة معينة، وأي سلعة معينة، أنت ممكن تختار أي مركز. شوف سعر الذهب، شوف سعر أونصة الذهب على رسم بيانة اليومي على سبيل المثال. أنت ممكن طبعا هذه على رسم بيانة الساعة وحتى لا حتى طبعا أقل، أوكي، ولكن نحن عم نجرب أنه نمشي خطوة خطوة، وعم فرجيكم على الرسوم البيانية الأكبر شوي صغيرة قبل ما ندخل كمضاربة وك طبعا تايم فريمز صغيرة. ممكن على رسم بيانة أسبوعي، ما بيأثر، أنا بدي شموع يابانية بغض النظر عن التايم فريم، أوكي. أنا ممكن أختار بأي وقت هذا الرسم البياني. على سبيل المثال كنا هون دخلنا بصفقة بيع أو شراء، دخلنا بصفقة شراء، وقف الخسارة تحت آخر قاع تم تسجيله عندي، انخفض السوق لمس وقف الخسارة، لما انخفض ولمس وقف الخسارة أصبحت أنا داخل بصفقة بيع من هذه المستويات، وعدلت وقف الخسارة فوق آخر قمة، انخفض السوق رجع ارتفع وتم لمس الخسارة، دخلت بصفقة شراء، رجع انخفض السوق طبعا شراء كنت تحت آخر قاع، انخفض السوق لمس لي وقف الخسارة عن جديد، دخلت بصفقات بيع، وقف الخسارة فوق آخر قمة، رجع ارتفع السوق لمس لي وقف الخسارة، رجعت هلأ دخلت شراء. الفكرة اللي بدي أوضح لكم إياها، وهذه هي المخاطر اللي هلأ عم بنقول لكم إياها، المخاطر لهذه الاستراتيجية، إنه إذا في حال كان عندك مرحلة أفقية وتذبذب أفقي غير منتظم للسوق، هذه استراتيجية فاشلة. شو يعني فاشلة؟ يعني أنت ممكن تخسر مركز 2 3 4 5، ولكن طبعا بضمن إدارة مخاطر تكون مظبوطة، ولكن لما أنت تمشي أو السوق يبتدي بترند، تعرفوا شو يعني ترند؟ ترند يعني عم نتكلم على سبيل المثال هبوط سعر أونصة الذهب من 1900 لل 1000، ارتفاع سعر أونصة الذهب من 200 دولار لل 1009، هبوط اليورو على رسم بياني اليومي من تقريبا مستويات 130 أو 140 إلى هذه المستويات اللي عم جرب أتكلم عليه أنا، إنه طالما أنت ضمن مرحلة أفقية بالسوق أنت ممكن تخسر كذا مركز متتالي. على رسم بيان الساعة الأمور بتكون أفضل، على رسم بيان الساعة الأمور بتكون أفضل، يعني
راح اعطيكم مثل على هذا الرسم البين اليورو ساعة. خلينا نرجع نوضح الامور. هذه المستويات، هذه المستويات قبل ما يمشي على سبيل المثال، نسوا انه موجود الرسم البياني، اعتبروا نحن هون هلا بطرح ما دويت انا بالبوكس الازرق. دخلنا بصفقة شراء، تمام، او خلينا نقول بيع، ما بتفرق، او شراء. عرضنا وقف خسارة، تم لمس وقف الخسارة، انخفض السوق، بدل ما يرتفع السوق انخفض السوق، انخفض السوق، لمس وقف الخسارة. فورا انا لما يلمس وقف الخسارة بدخل بصفقة بيع، لانه بكون حاطط امر معلق بالبيع تحت وقف الخسارة اللي هو تابع لمركز الشراء. لمس وقف الخسارة بنقطة الشراء، خسرت مركز، هذا اول مركز خسارة، خسارة. انخفض السوق، لمس وقف الخسارة، دخلت فورا بصفقة بيع، وقف الخسارة فوق اخر قمة تم تسجيلها عندي. اصبحت انا داخل بصفقة بيع من هذا الخط، من هذا الخط هون، صفقة بيع، بيع، وقف الخسارة، ستوب لوس على هذه المستويات. انخفض السوق، سجل القمة، رجع انخفض، تم اختراق هذه القمة، وطيت وقف الخسارة من هذه المستويات لأستوب. رجع السوق ارتفع، رجع اخترق هذا القاع أيضا، صار عندي قمة جديدة، وقف الخسارة أيضا، نزل الأثري، رجع نزل السوق، ارتفع، رجع اخترق هذا القاع، وطي وقف الخسارة لهون للأسفور. طبعا أنا عم بعدل، ونقطة البيع هي هذه المستويات، نقطة البيع هي هون، وقف الخسارة صار هون، عم بعدل وقف الخسارة كل ما السوق يخترق قاع معين ويسجل لي قمة معينة. وبهذه الحالة شو بكون عم بعمل أنا؟ بكون عم بعدل وقف الخسارة، وأصبح وقف الخسارة تحت نقطة الدخول، يعني أنا عم بجني الأرباح أو عم ثبت الأرباح. شوفوا شو صار، شوفوا شو صار، وقف الخسارة، انخفض السوق، رجع ارتفع، لمس وقف الخسارة، هذا الأسفار لمسه. شو عملت فورا؟ أنا جنيت الأرباح، ولكن فورا رجعت نقلت بفرصة شراء، دخلت بفرصة شراء. أول ما يلمس وقف الخسارة فورا بدخل باتجاه معاكس شراء من هذه المستويات. رجعت أيضا عن جديد، ارتفع السوق، سجل لكم من معينة، أنا وقف الخسارة للشراء وين؟ تحت آخر قاع هون، هذا وقف الخسارة للشراء. ارتفع، سجل قمة معينة، رجع انخفض السوق، ارتفع، اخترق هذه القمة، عدلت وقف خسارتي من هذا القاع إلى هذا القاع، ستوب لوس 2، رجع ارتفع السوق، سجل القاع. هلأ نحن في انتظار، إذا في حال ارتفع السوق واخترق هذه القمة، منعدل وقف الخسارة إلى هذا القاع، بصير ستوب لوس 3، وبنمشي مع ترند. يعني أنا إذا في حال بدي أمشي بعملة معينة، إذا في حال أنا بدي أمشي بعملة معينة وبلش السوينج تريدينج عليها، تعرفوا شو بصير؟ ما بوقف تداول فيها، ما عندي وقت أني أختار عملة أخرى، داخل بنفس العملة، بضلني داخل بنفس العملة، والرسم البياني بصير يخدمني من صفقة بيع لصفقة شراء، من بيع لشراء، من وقف خسارة يلمس لا نقطة شراء جديدة. إذا لمس وقف الخسارة وطبعا مركز كان خسران، برجع بعكس المركز وبنزل معه، والعكس صحيح. رح أرجع أعطيكم مثل يا شباب، رح أرجع أعطيكم مثل بهمني كتير هذه استراتيجية، تصيروا فاميليير معها وتصيروا تستعملوها كرمال نقدر طبعا نستفيد منها كلا. أنا بالنسبة لي على طول عندي صفقة شراء أما بيع على الباوند دولار. الباوند دولار هو من العملات الرئيسية اللي أنا بشتغل عليها سوينج تريدينج اللي أكثر من سنة ونص، وهذه استراتيجية ما بتغلط، تمام. الباوند دولار نفس الموضوع، رسم بيان اللي بدكم إياه، رسم بيان اللي بدكم إياه، ولكن كل ما أنت تكبر الرسم البيان أو التايم فريم، يعني رسم بيان 4 ساعات، رسم بيان يومي، رسم بيان أسبوعي، بتكون عم بتقلص شوي صغيرة من القمم والقاعان، فهمت علي؟ لأن لما تقلص أنت من القمم والقاعان بتكون أنت عم بتوفر
انه يلمس السوق في الخساره، يرجع وقف التيك بروفيت، يرجع وقف الخساره. فبهذه الحاله طبعا ممكن تستفيد اكثر. ولكن هلا بدي اطلب منكم شوي صغير وبدي امشي معكم خطوه خطوه، اذا ممكن انتم ترجعوا تساعدوني عن جديد. اوكي، وطبعا هذه سجيه تظهر انها مربحه في كل وقت. استاذ عيسى، مش بالضروره، اذا هي طبعا هذه استراتيجيه داخل بمنطقه افقيه السوق ممكن تخسر، ولكن انهار اللي السوق بيمشي ترند اتجاه عام، اتجاه عام، انت اول رح تكون اول مين رح يستفيد من الاتجاه، ورح تستفيد من الموجه كلها سوا. وهذا هو السبب، انك انت لو خسرت بالتقلبات مركز او اثنين صغار، ولكن اول ما يمشي ترند ضخم جدا رح تكون عم تستفيد. فبكل بساطة خلينا نمشي أنا وياكم خطوة خطوة على رسم بيانة الباوند دولار. أوكي، شوفوا شو عم بصير. من أي نقطة بتكون إياها، من أي نقطة بتكون إياها، على سبيل المثال خلينا نقول نحن دخلنا بصفقة بيع على هذه المستويات، منيح؟ هذه النقطة بيع، تمام؟ هذه النقطة بيع، عظيم. رح اشرحها بتفاصيلها لنمشي معه وتشوفوا كيف عم نشتغل. هذا لما تدخل بصفقه بيع باي، يعني انت بالرسم البياني تختار بشكل عشوائي بيع او شراء، ما عندك مشكل بالوقت الحالي تختار بشكل عشوائي بيع او شراء، وبتعرض وقف خسارتك فوق اخر قمه تم تسجيلها عندي. هذه اخر قمه، هون رح يكون وقف خساره، صح ولا لا؟ هذا وقف الخساره. اوكي، عظيم. السوق نزل شوي، نزل شوي، ومن ثم بلش ارتفاع. انا هون طبعا بحاله ذعر، بخساره، عم شوف حسابي عم بيخسر، ولكن طبعا اداره المخاطر مزبوطه. لمس وقف الخساره، صح؟ لمس وقف الخساره. شو عملت انا هون؟ استراتيجيه بتلزمني شوف انه ممكن تخسر مرة واثنين ما قبل الارباح. شوف استاذ عيسى شو صار لما يلمس وقف الخسارة، انت فورا لازم تدخل بصفقة شراء. هون انت ملزوم انك تدخل بصفقة شراء. تمام؟ مع وقف الخسارة تحت اخر قاع تم تسجيله عندي. هذا القاع اللي هو وقف خسارة أصبح لنقطة الشراء، لكن هذا المركز خسرناه. هذا مركز خسارة، أول مركز خسارة. رجعنا على القمة، دخلنا بصفقة شراء، للأسف رجع نزل السوق ولمس وقف الخسارة. لمس وقف الخسارة، أنا هون شو عملت؟ أصبحت بيع عن جديد، أصبحت بيع. تمام؟ عرفتوا شو اللي صار؟ لمس لي وقف خسارة للبيع لأول مركز، هذا أول مركز، لمس لي وقف الخسارة، دخلت شراء، رجع هبط السوق، لمس لي وقف خسارة، دخلت بيع. يعني هذا أول مركز، هذا ثاني مركز، واثنيناتهم خسارة. هلأ دخلت صفقة بيع مع وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيلها عندي، ونزل السوق بلش يسجل لكم موقعان او تم بعض البعض او تم بعض البعض، عم بعدل وقف الخساره، عم بعدل وقف الخساره، كم موقعان تعديل وقف الخساره، ايضا وقف الخساره، نفس الشيء، تم لمس وقف الخساره، دخلت بصفقه شراء مع وقف خساره تحت اخر قاع تم تسجيله عندي. انا هذه المسافه من اخر صفقه بيع من هذه المستويات لهذه المستويات كلها جنيت أرباح. صحيح أنه خسرت المركز رقم واحد، صحيح أنه خسرت المركز رقم اثنين، ولكن المركز رقم ثلاثة اللي هو البيع استفدت منه بأكمله، من مستوى 130 لمستوى 126، استفدت بانخفاض 400 نقطة. أنا بكون هون خسرت على سبيل المثال 40 نقطة، هون خسرت 30 نقطة أو 100 نقطة، هون ربحت 400. وهلأ داخل بصفقة شراء مع وقف خسارة، هون شراء
مع وقف خسارة تحت آخر قاع، ونتوقع أن السوق يجع ياخد مجري أو يجع ينزل. فأنا ما عندي مشكل بالتحاليل التقنية بقى، أنا بطل عندي مشكل إذا بدكن الاتجاه. استاذ رفيق طبعا بدها صبر طويل، طبعا ما في شك انه هذه استراتيجية بقى تنتظر الشموع اليابانية وبقى تنتظر التريدينج والكمم والقيعان ليأخذوا مجراهم بشكل دقيق، لا تقدر تمشي مع السوق، تعدل وقف خسارتك، تقلب من صفقات شراء وبيع، يكون عندك نفسية مضارب ومستثمر قادر يتحمل وقف خسارة. هذه استراتيجية أنت عارف أنه ممكن يكون فيها خسارة مرة واثنين، ولكن أنت ساعة اللي بيمشي السوق باتجاه عام ضخم وبموجة ضخمة رح تكون عم تستفيد منها كلها 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 من الكم للقاع. وهذه هي قوة المضارب، أنك تخسر مركز واثنين ولكن مع إدارة مخاطر بسيطة جدا، تكون خسارتك بسيطة ولكن لما تمشي مع السوق تقدر تستفيد منه ب 300 و 400 و 500 نقطة. وهيك أنت بتبطل عندك قلق على ارتفاع السوق وانخفاضه، بتتأقلم وبتتعود أنه السوق هذه التقلبات اللي عم تشهدها، الارتفاع والقمم والقعان، ما عندك مشكل فيها. أنت عندك مشكل فقط أنه وقف الخسارة لما يلمس بدك تعكس مراكز، إذا كنت شراء بدك تصير بيع، إذا كنت بيع بدك تصير شراء، وأنت ملزم إنه يكون عندك إدارة مخاطر، لأنه إذا لمسلك وقف الخسارة مرة واثنين وحسابك التداول بطل يخليك إنك تدخل بالصفقة الثالثة، هذه مشكلة كبيرة. فأنت لازم يكون عندك حساب تداول مع إدارة مخاطر إنك أنت تحمل مركز خسارة مرة واثنين وثلاثة ما قبل اتجاه العام والاستفادة من الأرباح. هذه استراتيجية من أفضل استراتيجيات التداول. شو قصدك أستاذ عيسى؟ ممكن مثال عن البيانات العمودية التي لا تنجح فيها هذه استراتيجية؟ العمودية قصدك بالمنطقة الأفقية أو بالتذبذب الأفقي، صح؟ أوكي، هذه الحالة إذا أنت كنت على رسم بياني ساعة، على سبيل المثال على رسم بياني ساعة، منيح؟ الرسم البياني نحن كنا على هذه المستويات، كنا هون دخلنا بصفقة بيع مع وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيل عندي، دخلنا صفقة بيع، ابتدينا شوي بالأرباح، ارتفع السوق لمس وقف الخسارة، دخلت بصفقة شراء مع وقف خسارة تحت آخر قاع، انخفض السوق لمس وقف الخسارة، دخلت بصفقة بيع مع وقف خسارة فوق آخر قمة أو فوق آخر قمة هون، ارتفع السوق لمس الوقف الخسارة عن جديد، تمام؟ دخلت بصفقة شراء مع وقف خسارة القاع، انخفض السوق لمس وقف الخسارة، دخلت بصفقة بيع مع وقف خسارة القمة، هون ربحت. يعني انت خسرت مرة، اثنين، ثلاثة، اربع مرات خسرت، خامس مرة هي الأرباح اللي جنيتها أنت من هذه المستويات إلى هذه المستويات، هذه أرباحك، تمام؟ أنت خسرت مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأنك أنت عم تعكس مراكز، السوق بيعطيك بيع مع وقف خسارة بيلمسه بتدخل شراء والعكس صحيح. فأنت المراحل الأفقية اللي بيدخل فيها السوق هي المراحل اللي ممكن تكون مأزية وممكن أن تضرك بالتداول، وضمن طبعا هذه الاستراتيجية. ان شاء الله تكون واضحه استاذ عيسى لهذه اوكي لهذا الموضوع. طبعا كيف ممكن ان نغض النظر عن التقلبات والمراحل الافقيه؟ كيف ممكن تعمل هذا الموضوع؟ بكل بساطه انت رسوم خطوط دعم ومقاومه، رسوم خطوط دعم ومقاومه على الرسم البياني. لما ترسم خطوط دعم ومقاومه، اول ما يتم اختراق السوق، أول ما يتم اختراق خط الدعم، ادخل وطبق هذه الاستراتيجية اللي علمتك إياها، بتستفيد من الموجة، صح ولا لا؟ هذا هو سعر أونصة الذهب. سعر أونصة الذهب عندي خط دعم ومقاومة، منطقة أفقية ممكن تخسرنا باستراتيجية التداول، اختراق لنقطة الدعم
ابتدى باستراتيجية التداول، ادخل بصفقة بيع فوق اخر قمة تم تسجيلها عندي، وصير عدل وقف الخسارة وعدل وقف الخسارة وعدل وقف الخسارة وعدله وعدله لا تستفيد من الاتجاه العام كله. شو رأيك بهذا الموضوع؟ طالما انت المراحل الافقية هي اللي بتخسرك، ما تدخل بالمراحل الافقية، هذه مرحلة افقية غير منتظمة، اختراق، ادخل صفقة شراء، وقف خسارة تحت اخر قاع، وامشي هلا ترند مع الذهب. شو رأيك؟ برك الذهب يكفي صعود وصولا الى مستوى ال 1700 دولار بالأونصة، ممكن ال 1800 دولار، ممكن ال 1900 دولار، ما حدا بيعرف. فأنت شو رأيك تقدر تستفيد من هذه الموجة، تمام، وتعرض أنت عند اختراق خط المقاومة والدعم بهذه النقطة، ادخل صفقة شراء ووقف خسارة تحت آخر قاع، ولما السوق يرتفع يسجل قمة يرجع ينهب ينزل يرجع يطلع، عدل وقف الخسارة وامشي مع السوق. أستاذ عيسى شو رأيك بهذا الموضوع؟ أوكي، هذه بالنسبة لطبعا السولوشن أو الحل، أو ممكن حل آخر إذا بدنا نتكلم شوية اقتصاد اليوم، وبدنا نتكلم شوي صغيري بشكل بروفيشنال، إنه نحن أشخاص طبعا بنتداول بالسوق وبنعرف اقتصاد وبنتداول بشكل تمام، ندخل على مؤشر الفيكس، الفولاتيليتي اندكس اللي هو مؤشر التقلبات. سامعين فيه الفيكس، الفولاتيليتي اندكس؟ هذا المؤشر اللي هو مؤشر الفيكس شو بيعطيني؟ بيعطيني اشاره كل ما يكون الفولاتيليتي اندكس او مؤشر الفيكس هابط، هابط باتجاه عام، هابط يعني منه شمعه خضراء، شمعه حمراء، يعني ممكن انه السوق يدخل بمرحله افقيه لانه المخاطر والتقلبات ضعيفه، فالسوق بيدخل بمنطقه افقيه. وانما لما يكون مؤشر الفيكس باتجاه عام صاعد مثل ما عم نشوف هلا، يعني التقلبات مرتفعة، يعني المخاطر مرتفعة، يعني لازم يكون في اتجاه عام للسوق، يا صاعد يا هابط، ولكن ليس مرحلة أفقية. مؤشر الفيكس هو من أفضل المؤشرات اللي ممكن نستعملها ضمن هذه استراتيجية التداول، تمام؟ أوكي، هذا بالنسبة لمؤشر الفيكس. حدا عنده أي استفسار؟ حدا عنده أي سؤال؟ استاذ عيسى، استاذ اشرف، استاذ مهدي، محمد، محمد البانا، محمد النصاري، محمد، محمد، محمد ابو عامر، رفيق، وسام، يونس، زين، اهلا وسهلا فيكم يا شباب، نورتوا الجلسه. يعني هذه واحده من استراتيجيات التداول اللي عنا اياها، وانتم بتعرفوا انه بشكل يومي نحن بنقوم بتغطيات مباشره وعلى السوق، وبنجرب انه نحلل انا وياكم طبعا فرص استثمار، ولكن ما في شك انه فرص الاستثمار يعني بتفيد، ولكن طبعا انا بالنسبه لي لازم بعض الاحيان طبعا نقدر نكون عم نوصل استراتيجيه تداول معينه، ونخلي الاشخاص والمضاربين هم يختاروا طبعا استراتيجيه التداول اللي بتناسبهم. استاذ محمد البنا، can you apply the strategy at lower time frame H1 or H15 100%. انا بالنسبه لي هذه استراتيجية أفضل تكون على رسوم بيانية صغيرة. ليش أفضل؟ لأن إذا دخلت على رسوم بيانية صغيرة، على سبيل المثال شوف سعر أونصة الذهب، عفوا، أوكي، دوان الويب كام بالغلط، أوكي، لكن شوف شوف على رسوم البيانية الصغيرة، على الرسوم البيانية الصغيرة نفسها، نفس الموضوع، أنت عندك سعر أونصة الذهب، اخترت نقطة دخول على هذه المستويات، وقف خسارة فوق آخر قمة، تم لمس السوق، شراء، رجعت لمس وقف الخسارة على آخر قاعة تم تسجيله عندك، من وراء ما انخفض السوق، دخلت بصفقة بيع على هذه المستويات، زلت مع السوق قمم موقعان، قمم موقعان، استفدت من هذه الموجة كلها. تمام؟ هي بتكون موجة على الرسم بين الـ 15 دقيقة، ولكن بنفس الهيكلية وبنفس الشكل مثل اي موجه عرس مبين اليومي. هلا طبعا ما تدخل خمس دقائق وديئه، لانه اذا دخلت بخمس دقائق وديئه، اذا في حال دخل السوق لا سمح الله بمنطقه افقيه، يعني مشكله كبيره. 15 دقيقه منيحه، 30 دقيقه منيحه على اليورو دولار، على الباوند دولار. من الافضل، من الافضل يا جماعه هذه استراتيجيه انك تتداولها على عملات، على عملات
يكون التقلبات فيها سريعة، تكون خطرة. يعني ما تدخل بهذه الاستراتيجية على الدولار ين على سبيل المثال، تمام؟ الدولار ين من أكثر العملات اللي بيدخلوا بمراحل أفقية ومناطق أفقية، فمش من المفترض أنك أنت تدخل على الدولار ين على سبيل المثال، تمام؟ فمن المفترض أنت أنك تختار عملة سريعة، يورو، باوند، أسترالي على سبيل المثال، ذهب، نفط. واو، نفط، نفط رائعة. إنك تتداول على النفط بهذه السجية رائعة، لأنه إذا في حال يعني قدرت تاخذ ترند، قدرت تاخذ ترند لسعر برميل النفط. شوفوا هذا الهبوط من مستوى ال70 دولار لل 41، يعني عم تستفيد ب 30 دولار، يعني العقد الواحد 30,000 دولار. يعني انت بالنفط بهذه الاستراتيجيه اذا بتقدر تتمسك بترند وحده وباتجاه عام للنفط وتستفيد من هبوط ضخم او من ارتفاع ضخم، يعني قديش عم تجني الارباح. بدك تريد وحده او صفقه وحده بالسنه كلها، منك مضطر تكون مضارب بقى، منك مضطر تكون مضارب، منك مضطر توجع قلبك واعصابك وتحرق اعصابك وشغلك المود تبعك بصير متقلب. بتصير بدك تظهر مع اصدقائك، بدك تظهر تغير جو، تظهر على سبيل المثال على مطعم تتعشى، انت عم بتراقب جوالك، عم بتراقب المراكز تبعك، ببطل عندك هذا المشكل. بتصير تاخذ صفقة واحدة وتمشي مع الترند، وقف الخسارة فقط هو الوحيد اللي انت عم بتعدله. إذا لا سمح الله تم لمسه في الخسارة، فورا افتتحت مركز معاكس. ولكن بدك تعرف تختار القمم والقاعان، آخر قمة وآخر قاع ببين عندك السوق، تمام؟ وهذا موضوع مهم، إنك تختار القمم والقاعان المناسبة الواضحة، مش تختار قمة صغيرة مثل هون على سبيل المثال. شوفوا هذا المثل، مش تختار لي هذه القمة تقول لي هذه قمة هون، لا، بدك تختار قمة مثل هون، هذه القمة مثل هذا القاع، هذا القاع، هذا القاع هون. قمم وقاعان لازم تكون واضحة يا شباب بالنسبة لهذه الاستراتيجية، أهم شيء. المشكلة بهذه الاستراتيجية أنها بدها وقت طويل وصبر. طبعا تدخل على المدى القصير بالنسبة للتداول في زوج النفط ممتازة 100%، ممتازة استزرافية، أوكي، proper instruments for this strategy. ولا شيء استاذ محمد، ولا بدها شيء، بدها أنك أنت بالوقت الحالي تختار عملة تدخل بشكل عشوائي شراء أم بيع مع وقف خسارة فوق آخر قمة أو تحت آخر قاع بشكل عشوائي. شو رأيك بهذا الموضوع؟ لكل الأشخاص اللي بيسمعوني وبتابعوني بشكل يومي بيعرفوا أنه أنا بشتغل موجات إليوت وفي بوناتشي وبختار نقاط دخول ذهبية ومميزة وإلى آخره. إذا بيسمعوني هلأ بيتفاجئوا أنه شو عم بيحكي؟ نعم، بتكون تصدقوا انه انت باي وقت كان ممكن تختار، ولكن مع ادارة المخاطر يا شباب. ضروري بهذه المستويات على النفط، يا شراء مع وقف خسارة تحت اخر قاع، يا اما بيع مع وقف خسارة فوق اخر قمة. شو بدك احلى من هيك؟ ولما يمشي السوق يا اما صعود يا اما هبوط، عدل وقف الخسارة وصير مشي مع القمم والقاعان بشكل عشوائي. Which pairs or currencies؟ قلت لك اي شيء سريع استاذ محمد، اي شيء سريع، النفط، اليورو، الباوند، مش الدولار ين، الاسترالي بعض الشيء عم بيكون بطيء، تمام، اليو اس دي كاد اوقات بطيء، اليو اس دي يعني ازواج رئاسيه، كريزي كروس، استرليني ين، الكروس المجنون رائعه، اليورو ين، النفط، الذهب، الاس بي، المؤشرات الامريكيه، كل شيء بياخذ اتجاه عام وموجات ضخمه، اوكي، ممكن انك انت طبعا تستفيد منه. استاذ عيسى، التوضيح حول الفيكس اكثر وشرح اكثر، هو فقط هو مؤشر المخاطر، تمام، يعني ما في شيء اكثر اشرح لك، هو مؤشر الفيكس، هو مؤشر المخاطر. لما يرتفع الفيكس، شوف على سبيل المثال بسنه 2018، اوكي، بسنه 2018 لما ارتفع الفيكس من مستوى العشرة الى القمة الخمسين بال 2018، كان عندي خلينا نقول انهيار لمؤشرات الامريكية وصححوا 3000 نقطة. وايضا عن جديد لما ارتفع السوق، كل ما يرتفع الفيكس، كل ما يرتفع مؤشر الفيكس، يعني نحن عم نتوقع تقلبات زيادة، يعني عم نتوقع ان السوق عم بياخد اتجاهات واضحة وضخمة، تمام، هذه بالنسبة لمؤشر الفيكس. فطبعا ممكن تعمل سيرتش عنه، اذا احتجت اي شيء انا موجود للخدمة، وممكن تسألني بأي وقت كان على صفحة تكمل العربية على فيسبوك وأي أي أي مكان آخر.
انا بالنسبه لي هذه جلسه كانت خلصت، انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا كثير من هذه الجلسه، وطبعا راح تكون مسجله على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك وكل السوشيال ميديا. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه من شركه تكمل، الى اللقاء. Thank you.